قولي لي بقى منا، ليه بنهبط واحنا عاملين دايت؟ عامله ايه الاول؟ انت كويسه؟ الحمد لله يا رب دايما تكوني بخير. ليه بنهبط؟ هو ده مليون حاجه، منهم ذكرت ان احنا بنقطع النشويات، في اسباب تانية كتير منهم نقص الفيتامينات. طب مين اهم فيتامينات عندنا؟ هنشرح الاول، هنقسمهم لاثنين، في فيتامينات بتدوب في الدهون وفي فيتامينات بتدوب في الميه. احنا هنقول النهارده اللي انا محتاجه اسمع صوتك، ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا نفسي مش سامعاكي. قولي لي احنا عندنا نوعين فيتامين، فيتامينات بتدوب في الدهون، فيتامينات بتدوب في الميه. تمام، عندنا النوعين دول. النوعين النوع الثاني اللي بيدوب في الميه لسه هنتكلم فيه باستفاضه. هنتكلم النهارده عن انواع الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. ليه؟ لان الانواع اللي بتدوب في الدهون دي لازم نعرف يعني لو نقصت في جسمي الاعراض، وكمان مهمه يعني اخدها ازاي من مصادر الطعام، ولازم كمان اني اعرف سميتها ايه. انا برضه مفضلش بلبع على الفاضي، كل حاجة تزيد عن حدها تنقلب ضدها. أنا كمان كان جديد بالنسبة لي إن أنا أعرف إن في فيتامين ممكن يعني إيه دوب في الدهون. الله ينور عليكي. يعني إحنا سبحان الله يا ربي يكون المحيط اللي هيدوب فيه دهني. يعني فيتامين ألف. فيتامين دالت ألف موجود فين؟ الجزر بيقوي النظر. صح؟ فلما يقوي الجزر من ضمن الحاجات اللي فيها فيتامين ألف. فيتامين ألف ما بيجي يدخل جسمنا ما بيدخلش جسمنا فيتامين ألف، بيدخل في صورة حاجة اسمها بيتا كاروتين. بيتا كاروتين يتحول لمين؟ يتحول لريتينول وفيتامين ألف. ناخد احنا بقى فيتامين ألف. طب أنا بس كده يعني دي الصورة، بيكون موجود في الطعام إيه أو أعراضه إيه؟ بيكون الأعراض بتاعته إن في نقص شديد في جفاف الجلد، الجلد يعني من كتر ما هو ناقص عند في جفاف. الالتهابات المتكررة في الجسم، سواء بقى التهابات حل، التهابات فم، التهابات امعاء، التهابات مفاصل، اي التهابات في الجسم. حطي عليهم كمان ان الاكسده قليله، ده معناه ان مفيش فيتامين الف كفايه. فيتامين الف مهم جدا جدا للرؤيه والرؤيه الليليه والرؤيه المنخفضه، يعني مفيش نور او ضوء هتلاقي مش يعني المفروض تشوفي كويس. اللي ما بيشوفش كويس ما بيشوفش كويس، عنده عشاء ليل مش بيشوف كويس بالليل بالذات، في ناس كده ناقص فيتامين الف. طب احنا ينفع ان احنا ناخد من الاكل يا منى موجود في الاكل عشان برضو مش عايزين حاجه تزيد عن حدها؟ لو زادت اعرف الاعراض منين. موجود في الاكل؟ اه موجود في الاكل، بس قبل ما بلاش نوصل للسميه او نزود في الحاجه دي. تمام، لان بيكون السميه بتاعتها مش لطيفه بس خالص. بس خلينا ارجع شويه لحته العمى الليلي. يعني ايه حد ممكن يجيله عمى ليلي؟ بيسموه عشاء ليلي او عمى ليلي. عشاء ليلي يعني اللي هو بيجي بالليل مش بيشوف كويس. أوكي. ده نقص فيتامين الف. في مش انت بتقفلي الضوء بتحس انك انت يعني في كده حصل زي فصلان؟ ما هو اي حد ما هي طبيعي هنشوف جدا. في الضلمه بس مش قصدي، بس اللي هو قصدي النور منخفض مش توتالي ضلمه يعني كده، انا ما بحبش عفاريت. فبالتالي لا عادي، يعني قصدي لو النور منخفض في ناس حرفيا ما بتعرفش تشوف كويس، بيجي لها زغلاله زي زغلاله مش عارف يشوف كويس خالص. انا مامتي يعني ما بتعرفش تسوق بالليل، تبص تلاقيها لو سايقه بالليل تبقى متوتره جدا وخايفه، وفي مطبات ممكن ما تشوفهاش، فتقول لك انا ما بحبش السوق بالليل. ده لازم اللي يقول عليه يصنفه الدكتور، يكون في فحص للعين، يكون في الدكتور هو اللي بيعرف يشخص الحاله دي، بالذات اللي هو العمى الليلي او ما يشوفش كويس بالليل. ده من ضمن نقص فيتامين الف. طب فيتامين الف عرفنا ان هو نقول في الطعام موجود فين؟ في الالوان البرتقاليه والاصفر، صفار البيض، وموجود في الحليب، وموجود في قلنا الحاجات الصفراء والبرتقاليه، كل ده فيه فيتامين الف. يعني جزر، برتقال، الله ينور عليك، اللون اورنج، ايوه دول اللونهم برتقالي، واللي لونهم ابيض زي الحليب فيه فيتامين الف. التهبيط والمود الوحش في الدايت ده بيبقى سببه ايه؟ حديد. مش سامعه؟ حديد. شوف فاكره لما اتكلمنا على الفيريتين، مخزن الحديد، مخزن الشركه بتاعت جسمي ايه؟ الفيريتين. لان يا فندم لو مفيش اكسجين مين اللي بيوزع الاكسجين على الجسم؟ الحديد. الاثنين مهمين جدا، اصحاب كده. في حديد في اكسجين، مفيش اكسجين في صداع، في تهبيط، مفيش قادر اخد نفسي. بيحصل كمان دوخه وتعبانه ومرهقه ومش قادره، مفيش اكسجين. طب انا ممكن اظبط برضو موضوع الحديد منين؟ قلنا الحاجات لونها احمر زي البنجر، زي الحاجات الخضراء ورقيات، ولكن البنجر قلت قبل كده لازم يتسلق. وقلت وهفضل اقول البنجر لازم ياخد سلقه كده او غلوه والميه تترمي، لان البنجر يحتوي على ماده الاوكسالات. اغلبيه الورقيات او الحاجات اللي هي بتبقى فيها حديد بالذات فيها اوكسالات.